غاب الدوري الانجليزي، فمن اين تاتي المتعه الكرويه؟ فاتت من الدوري الاسباني. برشلونه يفوز على قادش باداء رائع جدا للفريق وتفوق عالي جدا من تشافي. تشافي اللي كل مره بيثبت لك ان هو مدير فني عالي جدا في تغييراته وتشكيلته وبصماته على اللعيبه. الراجل اللي كل ماتش لازم يكسب 4 أو 3، ده يوريك قد ايه ان هو مش بيلعب بفريق واحد، ده بيلعب بفرقتين. وهقول لك ازاي من خلال تحليلنا لمباراه برشلونه وقادش. على الجانب الاخر، ريال مدريد بيرد على فوز برشلونه ويفوز هو الاخر بربعية على ريال مايوريكا. وانشيلوتي بيقول لي تشافي زي ما انت بتفوز ب4 انا كمان بفوز ب4، وصراع قوي جدا في الليجا. الدوري الاسباني يعطينا نسخة قوية جدا حتى الان. تعال بقى نتكلم عن الجولة الخامسة من الدوري الاسباني. بس قبل ما تيجي صلي على النبي وهو هتخرج من الملعب وخليك مع ملعب فتحي، واعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس واخبط اعضاء لايك وشارك فيديو لكل اصحابك، ويلا بينا على الجولة الخامسة من الدوري الاسباني. نبدا من مباراه ريال مدريد وريال مايوريكا. ريال مدريد في الشوط الاول ما كانش موجود تماما، زي ما تكون بقت عاده عند ريال مدريد انه ما يلعبش الشوط الاول ويجي في الشوط الثاني يخطف المباراه ويكسب بنتيجه كبيره كمان. بس ما حدش يقول لي ان ده حظ، لان ما فيش حظ وتوفيق من عند ربنا بيجي لك غير لما تكون شغال وتعبان. وانشيلوتي عامل اداء رائع جدا مع الفريق. الراجل ده بيحط تشكيله واتنين للمباراه، بيعرف امتى يطلع لاعب وينزل لاعب. من الاخر كده ما فيش حظ بيجي غير بعد تعب وشغل بشكل صحيح. ريال مايوركا تفوق على ريال مدريد في الشوط الاول، وبسبب تفوقه ده تقدم في الدقيقه 35. بس قبل انتهاء الشوط الاول فالفيردي بيعدل النتيجه عشان تصبح 1-1، وفي الشوط الثاني انشيلوتي بيعدل كل حاجه عشان يسحق ريال مايوركا برباعيه مقابل هدف. زي ما ريال مدريد بيكسب بالاربعه، فبرشلونه بقى من قبله بيفوز برباعيه نظيفه على قادش. في مباراه قادش برشلونه في الشوط الاول كان متلخبط، واكيد كلكم عارفين ليه، بس لو مش عارف تعال اقول لك. تشافي حط احتياطاته وريح اللعيبه الاساسيه عشان مباراه بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا. بس في الشوط الثاني تشافي بينزل اللعيبه الاساسيه زي ليفاندوسكي وديمبلي عشان يقدر يكسب المباراه ويكسبها برباعيه كمان. من الاخر كده زي ما قلت لك ان صراع الليغا على نار لحد دلوقتي. دي اعظم نسخه من الدوري الاسباني بعد خروج ميسي ورونالدو. بس كده يا سيدي، هي دي كانت حكايتنا مع الجوله الخامسه من الدوري الاسباني. سواء تخرج من الملعب وخليك مع ملعب فتحي، واعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس واخبط اعضاء لايك وشارك فيديو لكل اصحابك. دمتم في امان الله.